The fastest way to move forward in life is not by doing more. It starts by stopping the behaviors holding you back. Hi guys, I know من زمان كتير كتير ما عملت فيديو. I've missed doing YouTube videos, but today I came specifically to talk about a book that I've read. I truly highly recommend this book for you guys, so stay tuned. There's a saying by Paulo Coelho that says, one day you will wake up and there will be no more time to do the things you've always wanted to do. المعنى بالعربي, يوم من الأيام رح تفيقوا وما رح يبقى وقت تعملوا الأشياء اللي دايماً كنتوا بدكم تعملوها. هاي المقولة من كاتب شهير اسمه باولو كويلو, هو برازيلي عنده كتير روايات, هو كتير مشهور عالمياً. بس اليوم أنا جاي أحكي لكم عن كاتب تاني اسمه هال إلورد. هال إلورد هو كاتب شهر حاله لحاله. أول شيء بلش يبيع كتابه على الأمازون لأنه ما كان عنده مصاري كفاية لحتى ينشرها بدار النشر. بس حياته لهذا الإنسان إذا طلعتوا فيها من النص فاضي من الكاسة رح تشوفوها تراجيدي, حياة مأساوية. بس إذا طلعتوا من النص المليان رح تشوفوه إنه هو إنسان كتير محظوظ. أنا بحب أطلع من النص, شوف المليان وشوف الفاضي, وأخذ الشيء اللي أنا بقدر استفيد منه من حياة هذا الشخص. specifically هذا الفيديو مش على حياة هذا الشخص الآثر, هو على الكتاب اللي كتبه. الكتاب هو The Miracle Morning. Miracle Morning هو من أحلى الكتب اللي أنا قريتها. ليش؟ لأنه أنا بحب لما أقرأ الكتاب مو بس استفيد منه أنا قرأت الكتاب وحطه على الرف, لا, أنا بحب دايماً ارجع له, يعني حس انه هذا الكتاب مرجع وانا فيني ارجع واستفيد واخذ خطوات منه بحياتي ويساعدني ولاقي الفرق بحياتي بعد ما انا قريته. بالضبط هذا الكتاب هو ثاني كتاب انا بقراه بهي الطريقه. اول واحد it's one of my favorites, 7 habits of highly effective people, وهذا ثاني كتاب انا بحسه اعطاني هالموتيف انه انا اغير شيء بحياتي وحسن شيء بحياتي. هذا الفيديو هو اختصار لكم عن هذا الكتاب مشان إذا بدكم تقرأوه أو بس تستفيدوا من الخطوات اللي أنا استفدت منها وهلأ عم طبقها بحياتي. الكتاب بيحكي عن إشياء كتير وكلها أهم من بعض, بس في جزئية منه بدي اختصرها لكم لحتى أنتوا فورا تاخدوها بحياتكم اليومية. هال إلورد بيحكي عن 6 خطوات ناجحة لحتى أنتوا تصيروا ناس نشطين وفعالين خلال يومكم كله. هاي 6 خطوات فيكم تعملوها بأول نهاركم, بآخر نهاركم, بنص نهاركم, بأي وقت أنتوا بدكم تعملوا. تخيلوا معي يصير عمركم 50 سنة وتلاحظوا أنه أنتوا كان عندكم إمكانية كتير كبيرة تعملوا وتأنجزوا كتير إشياء بحياتكم, بس أنتوا ما أنجزتوا أي شيء أو أنجزتوا من إمكانيتكم بس 5%. قدي هذا الشيء رح يكون بزعل, وقدي في كتير عالم بيعيشوا كل حياتهم وبوصلوا لعمر معين بيقولوا يا ريتنا نحن كان في عنا وقت, كان في عنا طاقة, كان في عنا إمكانية, بس نحن ما استخدمنا هالإمكانية. فأنا هون لحتى أخبركم كيف فيكم تتمكنوا وتاخدوا هالإمكانية تبعتكم بهذا العمر بأسرع وقت لحتى أنتوا ما تندموا أو لما تكبروا تحكوا الأشياء اللي سمعنا أهالينا يحكوها إنه كان فينا ويا ريت عملنا وكان فينا هيك نعمل. سو ركزوا كتير معي. هال إلورد بـ The Miracle Morning بيحكي عن 6 خطوات كتير مهمة لحتى انتوا تطوروا من حالكم, تستثمروا بنفسكم لحتى تصيروا أفضل وتكونوا واعيين على حالكم أكثر وتنجزوا أكثر بيومكم. لما نحكي استثمار بالذات شيء ما بخص المصاري أبدا, الشيء بيورلي بخص التطور وإنكم تبنوا عادات صحية لنفسكم لحتى تعكس على شغلكم وإنجازكم بالحياة, سواء انتوا طلاب أو تشتغلوا أو انتوا أم أو أب, شو ما كانت وظيفتكم بالحياة هاي الخطوات كتير رح تساعدكم. هي كتير لها تفاصيل أنا ما رح فوت فيها لأنه كتير رح يطلع الفيديو طويل وما بدي طول عليكم, بدي أعطيكم الزبدة. هاي 6 خطوات اختصرها بنمونيك اسمه savers, life savers. life savers كل حرف من savers savers هو بيختصر كلمة معينة بهالpractices. فيكم تعملوها بأي وقت من نهاركم, بس بنصحكم تعملوها بوقت النهار صبح بكير. ممكن تقولوا لي نحن بنتمنى نفيق بكير, بس ما بنقدر نفيق بكير, we're not morning people. وكتير بتفهم هذا الشيء. هال إلورد هو ذاته ما كان morning person وما كان يقدر يفيق بكير وكان يستصعب كتير ودايما يحط snooze snooze snooze, بس
حكى جملة بوحدة من محاضراته: انتو مدام تكرهوا كتير فايقة بكير، ليه بتضلكن بتفايقوا حالكن 10 مرات وانتو بتضغطوا على السنوز؟ انتو هيك تعملوا شي حالكن بيكرهها over and over again، فهذا الشيء مش منطقي ابدا. بس بدي اقولكم على طريقه انتم فيكم تفيقوا فيها بكير بدون اي مشاكل وتتنشطوا وتحسوا انكم متحمسين. هال الورد بشبه الفئه بكير او الحماس للفئه بكير بانكم فايقين للعيد، هو مشبهها بالكريسماس بس نحن مسلمين خلينا نشبهها بالعيد. لما كنا صغار كنا نفكر بالعيد قبل بليله، قبل ما ننام نفكر شو بدنا نلبس، نحضر شو بدنا نلبس، طبق اللبس على بعض، كيف بدنا نعمل شعراتنا، وين بدنا نروح، بنفكر كل يومنا قبل ما ننام، بنكون كتير متحمسين واول ما يصير الصبح بنقوم وبدنا نلبس. هاي نحن صغار، فبدكم تطلعوا على الاشياء اللي انتو بدكم تعملوها باليوم بنفس هاي الطريقة. اخر فكرة بتجي عبالكم قبل ما تناموا هي اول فكرة رح تجيكم لما تفتحوا عينيكم بالنهار، فلهيك يا انتو بتحمسوا حالكم وبتفكروا باشياء ايجابية انتو رح تحمسكم لحتى تفيقوا وتبلشوا نهاركم، يا انه بتقولوا لا انا بكره حياتي ولا بدي اعمل شي بحياتي وبتضلكم نايمين او تشوفوا فيديو قبل ما تناموا او بتضلكم على الانستغرام ولا اي فيديوز ولا سوشيال ميديا تاني. صح انه قبل بليلة من ما تناموا تفكروا بالشي اللي انتو بدكم تعملوه بالنهار التاني. هاي اول خطوة. تاني خطوة، حاولوا انكم تحطوا التليفون او الالارم بابعد منطقة بغرفتكم، يعني مشان لما بدكم تسكروا الالارم تضطروا تقوموا من التخت وتمشوا مسافة لحتى انتو تنشطوا الدورة الدموية عندكم وتحسوا انه جسمكم عم بيفيق. بحطوه بمكان شوي بعيد عن التخت او السرير تنشطوا الدورة الدموية عندكم. Once you get out of bed, try to do a mindless activity. شو يعني هذا الحكي؟ انه بس قوموا من التخت تنهضوا من السرير حاولوا تعملوا activity ما بيحتاج ما بتحتاج تفكير، مثل تفريش اسنانكم او الشاور، دولكم شاور، فرش اسنانكم، هاي اشياء كتير بسيطة دايما بنعملها، فعلنا ما بده طاقة كتير كبيرة لحتى يعملها، فإتس mindless activity، عم تفرشوا اسنانكم شي دايما انتو بتعملوا، إتس روتين. فلوقت ما تفيقوا تحاولوا شوي شوي تفيقوا دماغكم على شيء كتير بسيط لحتى بعدين يتجهز للاشياء الاهم ويعطي تركيز لها. ابا شيء بدي اقوله على الفئه بكير انه بليز حاولوا ما تمسكوا التليفون ابدا ابدا، لايك لوقت ما انتم تفيقوا تنشطوا الدوره الدمويه تعملوا 6 براكتسز اللي رح لكم عليهم، ما تمسكوا التليفون ابدا، اعملوا فطوركم اعملوا كل 5، بنصح تعملوا فطور كتير مفيد. بس قبل الفطور خلينا نفوت باللايف سيفر. S stands for silence. بعالمنا الحالي في كتير stimulations سواء بالشارع، بالتليفون، بالبيت، الأجهزة، TV، دايما في حوالينا stimulations. امتى آخر مرة قعدتوا هيك مع حالكم بهدوء بسكون تام؟ انتو افكاركم، انتو ونفسكم. بنصحكم هال ايرود انكم تقعدوا لحالكم بسكون تام، تعملوا مديتيشن، تصلوا، تدعوا، شيء بيريح نفسيتكم، بيريح روحكم، تعملوا تمارين التنفس العميق بشكل ساكن تماما بدون اي صوت، بدون اي شيء. هاي اول خطوة. اي stands for affirmations. Affirmations هي بتاني تعزيز للذات. كيف مثلا أنا بدي أعزز لنفسي؟ بدي وقف مثلا قدام المرأة يقول أنا ذكية، أنا أغنى حدا بالعالم، أنا أحسن حدا بالعالم، وأنا أكون عكسهم كلهم؟ لا طبعا، هاي اسمها الضحك على الذات. أنتوا بدكم تعززوا لنفسكم بشي منطقي، لأنه بالaffirmations هون نحنا عم نعمل reprogramming to our thoughts and the ideas that we have in our brain. الأفكار هي كتير عميقة، بتكون مبنية من الصغر، سواء ثقتكم بحالكم، شو بتفكروا إنه قدرتكم، شو بتقدروا تعملوا، الخوف كتير بيسيطر على الأفكار. فالaffirmations هون تجي لحتى شو تعزز ثقتك بذاتك وتعزز نفسيتك وأفكارك لحتى أنت تصدق إنه عن جد أنت بإمكانك تعمل هذا الشيء. لحتى تعملوا الaffirmations مش إنكم تكتبوا I am kind, I am smart, I am beautiful, I am this and that. هاي الأشياء أوكي فيكم تقولوها بس هي مش الaffirmations الحقيقية. الaffirmations الحقيقية هي إنكم تجاوبوا على الأسئلة التالية: شو بدكم بالضبط؟ مثلا حدا let's say بده ياكل اكل صحي،
اوكي هذا الشيء اللي بده اياه بالحياه، ما بده غير ياكل اكل صحي، فبده يقدر يجاوب على هذا السؤال، انا شو بدي بالحياه، انا شو بدي اعمل. اوكي فبيجاوب انا بدي اكل اكل صحي. اثنين، ليش بدك هذا الشيء؟ تقول انا بدي اكل اكل صحي لانه بدي اعتني بصحتي وبدي ابتعد عن الامراض والاشياء السيئه اللي بتاثر على جسمي. طيب السؤال الثالث، شو الاشياء اللي لازم تلتزم فيها لحتى تكون هذا الشخص اللي بياكل اكل صحي؟ لازم يكون انسان نشط، لازم يكون انسان متفتح، لازم يكون انسان بيعرف يصنع الشيء لحاله. رابع شيء، what are you committed to doing to do that؟ شو لازم تلتزم لحتى تقدر تعمل هذا الشيء؟ لازم مثلا التزم بالرياضه، التزم بالعادات الصحيه، بالاكل الصحي، ابتعد عن السكر، ابتعد عن المعجنات، بلا بلا بلا. الاسئله هي اهم اسئله لحتى انتم تبنوا فيها الافرميشنز الخاصه فيكم بطريقه كتير مفيده، لانه غير هيك ما رح تستفيدوا من الافرميشنز والبروجرامينج اللي انتم عم تفكروا عم تعملوه ليور برين لحتى يجذب الاشياء اللي انتم بدكم اياها، ما بيشتغل غير بهي الطريقه، فحاولوا تجربوها. V for visualization. Visualization أنا كنت أعمله كنت صغيرة، بس ما كنت مستوعبة إنه أنا كنت عم بعمله. كان في عندي vision board مكتوب عليه كل الأشياء اللي بدي أعملها، بدي أحققها بالحياة، بدي أوصلها بالحياة، وكل شيء كنت حط صورته على vision board تبعي، وكل شيء كنت أكتبه كان عن جد يصير. كنت صغيرة يعني عمري like 14-15 سنة وعم بعمله، ما كنت مستوعبة قدي هو شيء مهم. الفيجن بورد ممكن يكون على يور لابتوب، على يور فون، على حيط الغرفة، على مراية الغرفة، على أي شيء دايما انتو ممكن تشوفوه على الباب. فيجواليزيشن عبارة عن انتو تقعدوا مع حالكم وتتخيلوا المكان اللي انتو بدكم توصلوا له، تتخيلوا حالكم عم تعملوا الشيء بهذا المكان اللي بدكم توصلوا له، لابسين الزي تبع هذا المكان اللي انتم بدكم توصلوا له، تشوفوا حالكم عم تشتغلوا، عم تحكوا، هاي كلها فيجواليزيشن بعقلكم، فيكم تغمضوا عيونكم and you visualize it or تشوفوها على اللابتوب، تشوفوا فيديوز، تتخيلوا حالكم معهم، تحطوا صور للمكان او الزي او الشيء اللي بدكم انتم تحصلوا عليه او تشتروا او اي شيء بدكم تحطوه قدامكم. فهي الطريقة كتير فعالة لحتى انتو عن جد توصلوا. واغنى رجال الاعمال والناس الناجحين بالحياة عندهم vision board، فليش مو انت كمان او انت كمان يكون عندك vision board. and now E for exercise. exercise what؟ حتى ماما guys ما تقولوا نحنا ما فينا نشترك بالجيم، فيكم تركتوا بالشارع او فيكم تعملوا aerobics بالبيت، فيكم تعملوا exercises، في كتير exercises على اليوتيوب فيكم تعملوها literally بغرفتكم. فما في اي اكسكيوز انا ممكن اقبله من اي حدا فيكم، غير الجيم، غير الركض برا، غير البيت، يعني شو ضل عندكم اكسكيوز؟ انواع من اليوغا، بلاريز، كارديو، ليفتينج، في كتير انواع من الرياضه. سو جايز جست اكسرسايز، في كتير فوائد للاكسرسايز من ناحيه الذاكره، نشاط الدماغ، the neurotransmitters. لما انتو بعد ما you exercise you go and do your job or go study، ترابط الافكار وكيف النورال سيجنالز تنتقل بين بعض رح تكون كتير اسهل، وهذا الشيء موثق بكتير دراسات علميه وكتير فيديوهات لعلماء، انا رح احطهم تحت بالديسكربشن بوكس حتى تشوفوهم، لانه انا كتير بحب هذا الجزء من العلم النوروساينس، ارتباطه بالإكسرسايز. ولما كنت طالبة عملت كمان ارتباط الإكسرسايز بالكوجنيتيف فانكشن، وكان كتير ريسيرش ناجح. R for reading. القراءة هو أهم شيء ممكن أنتوا تعملوه لنفسكم، لتطوير ذاتكم، لتطوير أفكاركم، لأي شيء disciplines أنتوا بدكم تتعلموها بالحياة. القراءة ممكن تكون على your iPad، ممكن من كتاب، ممكن من لابتوب، ممكن إذا مش قادرين تقرأوا ممكن تحطوا audio book وعم تسمعوا أنتوا عم تسوقوا، أنتوا عم تتمشوا، أو أنتوا بالباص، أو أنتوا بالمترو، وين ما كنتوا قرأوا. القراءة بلشت فيها أنا من عمر صغير، تقريبا كان عمري 12 سنة، فهي كانت شيء خلاني اختلف كتير عن الناس اللي بعمري، اختلف بأفكاري حتى عن عائلتي، فطورت كتير من شخصيتي وطورت من أفكاري وطورت بالطريقة اللي بنظر فيها لبعض الأمور، مجلات علمية، أبحاث، جرايد، نيوز بيبرز،
شو من كان طوروا حالكم وقرأوا. اخر شيء وهو من الاشياء اللي انا كتير كتير بحبها وكمان من الصغر كنت اعملها وما كنت مستوعبة اهميتها هي الكتابة. guys الكتابة سماها بالاس اللي هي scribing, so s for scribing اللي هي الكتابة بمعنى تاني بكلمة تانية. تكتبوا مخططاتكم, بدكم تكتبوا scheduling, تعملوا schedule ل to do list, بدكم تعملوا للأسبوع كامل للشهر كامل, بدكم تكتبوا فكرة خطرت لكم أو ذكرى أو أي شيء. write down something, اكتبوا شيء انتو بعقلكم, اكتبوه على ورقة, شوفوه قدامكم, اكتبوا مقولة عجبتكم, شيء شفتوه قريتوه, اي شيء. just write something down. انا بنصح بكتابة schedules or to do lists, هاي اللي بركز عليها اكتر. او اذا بدي اكتب شيء تحفيزي لقيلي بكتب انا بدي مثلا بهذا الوقت بهذا اليوم بالذات انا بدي انجح بهذا الشيء, بدي اعمل هذا الشيء, بدي اوصل لهذا الشيء, هاي بكتبها كمان على ورقة. او اني بعمل جدول دراسة او جدول شغل او مخطط او اي شيء تاني, المهم اني اكتب شيء. ممكن يكون بجورنال, ممكن يكون ب A4 paper, ممكن يكون على your laptop, but there is no excuse guys. Just write something down, scribe something down. وبهيك بخلصوا 6 practices اللي ذكرهم هال ألرود بكتابه. طبعا في كتير تفاصيل عن كل هالخطوات وعن كتير اشياء مهمة كمان بحكيها عن تجاربه الخاصة وكيف تغلب على كتير اشياء, فبنصحكم انكم تقرأوا الكتاب. اذا ما فيكم اسمعوا الاوديو بوك كمان رح اترك links down in the description box. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو, حاولت اختصر باكتر قدر مستطاع لحتى انت تستفيدوا وفورا you try these practices وتشوفوا قدي بتغير من حياتكم, سواء انتو عملتوا هاي لو دقيقة من كل practice, بعدين 5 minutes عايروا التليفون, بعدين رح تحسوا انتو عم تعملوها automatically, رح تحبوا وتتحمسوا كل يوم تفيقوا لحتى تعملوها. فهذا الوقت الساعة هاي من النهار لما تخصصوها لنفسكم كتير نفسكم المستقبلية رح تشكركم عليها. وأنا personally عم جربها وكتير عم استفيد وكتير عم انبسط فيها. ف that's it guys, إن شاء الله تكونوا انبسطتوا بهالفيديو و love you so much. واكتبوا لي كومنت شجعوني وانشروا هذا الفيديو اذا بدكم more videos like this. وبس thank you so much, love you, bye.